تحريض على اغتصاب القاصرات واستغلالهن جنسيا، عبارات غير أخلاقية تدعو إلى الاعتداء على المرأة المغربية. أنا لا أتحدث هنا عن شخص مذنب، ولكن كل ما ذكرته هو اتهامات موجهة لأغنية تيراب ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب وأغضبت الآلاف منهم، وأيضا كان هناك دعوات كثيرة لحذف هذه الأغنية. الأغنية المغربية تحمل اسم كوبي أتاي، لقد تداول واسع في المغرب خاصة بين فئة الشباب. تصدرت قائمة الأغاني الأكثر استماعاً في المغرب، وصل عدد مشاهديها إلى الملايين في أقل من شهر واحد، وهو طبعاً ما لفت الانتباه إليها. مضمون هذه الأغنية هو الذي أحدث سجالاً واسعاً وموجة من الهجوم والانتقادات، فكلماتها تشير بشكل واضح إلى ممارسة الجنس على القاصرات. وطبعاً هذا الشيء استفز الجمعيات الحقوقية بالمغرب يلي بدورها لم تسكت ودعت السلطات المسؤولة لوقف بث هذه الأغنية، بل وأيضاً محاكمة أصحابها، لأنه بحسب رأيهم فيها تشجيع على الفساد وإساءة للفتيات القاصرات والنساء المغربيات. منظمات حقوقية كثيرة بالمغرب دخلت على الخط، مثل المنظمة المغربية لحقوق الإنسان مثلاً، وجهت دعوة للنيابة العامة بضرورة معاقبة أصحاب الأغنية المنتشرة بشكل كبير. أيضا رابطة الأمل للطفولة المغربية قدمت بلاغ للجهات القضائية المختصة من أجل الحفاظ على الأمن الرقمي وحماية الأدب العامة. أما منظمة مدقيش ولادي أصدرت بيان حذرت فيه من إمكانية وصول الأطفال إلى هذه الفيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.